بسم الله الحمد لله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا كريم يا هادي. كما ذكر في هذه السورة الكريمة الذريات لرفال دفين أويرز كيف زار ملائكة كرام عليهم السلام خليل الله سيدنا إبراهيم عليه السلام وما جرى في تلك الزيارة. وتختم السورة في الإشارة إلى أن مقصد من خلقكم يا إنس وجن أي الثقلان المسؤولين أمام الله يوم القيامة حسابهم عسير بالأغلبية الساحقة فأموركم ستعرضون على الله واليوم الحساب يكون ثقيل عليكم تمام الثقل. وبالله العظيم كذبت وشديد صحيح لما فهمش منها الحكاية والله هي الحقيقة وتتوال وتقصار ولابد أن تعرض على ربك ومولاك. نعرض احنا لكن نعرض والله متقبل أعمالنا ومزك نوايانا ومكثر أجورها. ربي ما يعملش البر كما يعامل الآثم، لا لا خلط عند الله. الله يميز بين الناس والجن والخلائق تمييزا دقيقا علميا. وحنا لا يقوله العالم الفلاني جاب حاجة لم يأتي بها الأولون، يعني عالم شكون العالم اللي انتم بتوع اليوم تقولوا احنا توانسة بالعالم هذا يشرفونا، لكن هو وين؟ هو تو في تونس ومعجب تونس ومنتمي لتونس ولا يبحث على شهرة أكثر وعلى أموال طائلة من وراء اكتشافات اكتشاف وليس علم. صحوا معلوماتكم وعنا عهدناكم لا تعلمون شيئا. وأخطر شيء هو أن لم تعلموا أن الله حق لا شك به. ففي الله الشك ربك يسرك خلق في الشك في شأني أنا شك في وجودي في سيطرتي المطلقة. ابدأ احلم كما تحب لكن كي تستفيق من حلمك ترى العجائب اللي فيها من الترويع والترقيع بعد ما كنت شامخ برأسك الفاسد خامش. يروعك ربي بأشياء لم تكن في حسبانك، يعني هكا تفقع مشاكل أجل أنا أو على ضوء ما عملت وقلت النبي عليه الصلاة والسلام أو الآن مش نبدلك نمط حياتك بعد ما كنت فارح ومرح. تو مشترى الخوف الشديد والضيق اللي لا تطيق ولو لحظة من عمرك نانو سجود ما تجمش تتحمل اللي مش يجرالك. كيف بالك انت المسألة مسيبة فين سكت هيش بي قول اللي تحب اسمه كنت تبرمي نعمل اللي تحب وكل اللي تحب ولكن مستحيل أن تنال لرضا الرب وأنت على هذه الحال محال c'est impossible on peut pas être remercié par Allah lorsqu'on est parmi les premiers des rebelles contre Allah. والسلام على أهل الإسلام بالتمام والكمال آمين يا رحمن.